مشاهدينا المحترمين، السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم التي نخصصها لموضوع أساسي هو إشراف عدد من الوزراء أمس الثلاثاء، منهم وزير المناجم والتكوين المهني والبيئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانطلاق الفعلي للاستغلال المنجمي للمعادن، وعلى رأسها المعادن الثمينة في ولاية تمنراس طبعا، وعلى رأس هذه المعادن الثمينة الذهب. طبعا كنا نسمع من حين لآخر حول أخبار للقبض على مجموعة من المنقبين الغير الشرعيين عن الذهب في ولاية تمنراس وحجز معدات، بعضها معدات جد دقيقة. طبعا هذه المرة السلطات قررت أن تمنح هذا المجال للشباب في إطار مؤسسات مصغرة، عساها أن تحقق هذا الحلم الذهبي، طبعا التنقيب عن الذهب والعثور على كميات من الذهب، عنوان يبدو جاذبا جدا بالنسبة للكثير من الشباب الذين يريدون ضمان مستقبل أفضل في هذا الإطار. طبعا نحاول اليوم أن نبحث هذه القضية في جانبها، في جانب التسيير المحلي وقرارات السلطات وأهم الضمانات وأهم ما يؤطر هذه العملية تنظيميا وقانونيا، وأيضا في الجانب التقني نتساءل عن طاقات الجزائر والصحراء الجزائرية وولاية تمنراس، خصوصا في جانب يعني احتياطات الذهب وكيف يمكن أن نستخرجها. طبعا المعادن فيها العديد من الخصائص الجيولوجية، هل المعادن موجودة في الأجزاء العلوية والقريبة من السطح أم هي بعيدة جدا، وهنا تبدو ويظهر جليا عامل التكلفة وبالتالي مدى استفادة هؤلاء الشباب من هذه استخراج مختلف المعادن. طبعا نتحدث أيضا حول جوانب التكوين، مدام أنه فيه نشاط، أين دور الجامعات الجزائرية، كيف يمكن أن نصنع شراكة بين هذه المؤسسات المصغرة وبين بين هذه المراكز الجامعية والهياكل الجامعية. طبعا هذا موضوعنا اليوم الذي نسعد بأن يكون معنا فيه الأستاذ والدكتور عبد القادر بريش، وهو أستاذ من المدرسة العليا للتجارة. أهلا بك دكتور. شكرا على الاستضافة. وأي تجارة اليوم؟ تجارة الذهب. نعم. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة وتحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا سيكون معنا بحول الله عبر الهاتف كل الأستاذ أحمد بن طالب وهو البرلماني عن ولاية تمنراس، وأيضا الدكتور محمد بن بريكة والأستاذ بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات، طبعا جانب سياسي وجانب تسييري وقانوني وأيضا جانب تقني. قبل هذا في اليوم أخبار الحجر الصحي والكورونا، حيث وبعد استشارة السلطات الصحية اتخذ الوزير الأول عبد العزيز جراد في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية التدابير الآتية: أولا القيام حسب تطور الوضع الصحي بتكييف قائمة الولايات المعنية بإجراءات الحجر الجزئي المنزلي التي سينتقل عددها من 18 إلى 11 ولاية كما يأتي. رفع الحجر الجزئي المنزلي عن 10 ولايات يشهد وضعها الصحي تحسنا ملحوظا، ويتعلق الأمر بولايات البويرة، تبسة، المدية، إليزي، بومرداس، الطارف، تندوف، تيبازا، عين دفلة وغليزان. مع قرار تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 30 يوما ابتداء من الفاتح من أكتوبر 2020 من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 6 صباحا من صباح اليوم الموالي بالنسبة لثمان ولايات، ويتعلق الأمر بولايات بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، عنابة، وهران. مع تطبيق إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لمدة 30 يوما ابتداء من الفتح من أكتوبر 2020 من الساعة 11 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا من صباح اليوم الموالي على ثلاث ولايات تسجل اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بالعدوى، وهي تحديدا باتنا، وصديف، وقسنطينة. غير أن الولاة، يضيف البيان، يمكنهم بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لا سيما إقرار الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي أو تعديل مواقيته أو تكييفها على نحو يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى. ثانيا رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال أيام العطل الأسبوعية. ثالثا الإبقاء على كل الإجراء المتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية ساريا عبر كامل التراب الوطني، ولا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.
وبهذه المناسبة تشير الحكومة إلى أن التطور الإيجابي للوضعية الوبائية المسجل في هذه الأيام الأخيرة يجب أن لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى التراخي في اليقظة ولا إلى التهاون بالنسبة لضرورة الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية. طبعا نكتفي بهذا البيان. طبعا سيكون هناك مع الزملاء في نشرة الأخبار وأيضا في استوديو الجزائر في حوالي الساعة 9 مزيد من النقاش حول هذا القرار طبعا الذي ينتظره الكثير من المواطنون وكيفية تسيير ما تبقى من مراحل الحجر الصحي في بلادنا. نعود إلى موضوعنا، موضوع الذهب والانطلاق الفعلي في استخراج الذهب والمعادن الثمينة في تمنراست. دكتور عبد القادر بريش، عنوان جاذب وجذاب كثير، استخراج الذهب، تحفر طيب الذهب، هل الأمر بهذه البساطة؟ لا 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 نعم، شكرا على السؤال وشكرا على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة موضوع الذهب موضوع جذاب ولكن مخيف، لأن نحن نتكلم على معدن ليس كبقية المعادن. نعرف الذهب وقيمة الذهب وأهمية الذهب ودوره في الاقتصاد العالمي. الذهب نحن في الاقتصاد بلغة الاقتصاد نسموه الملاذ الآمن. لما تشتد الأزمات وتضطرب الأمور في المجال في البورصات العالمية وفي مجال تداول العملات، عادة ما يتجه المستثمرون وأصحاب الأموال إلى الاستثمار في الذهب. ولكن احنا فقط الزملاء، فقط صور الذهب وليس صور الكورونا يا جماعة. طبعا الآن ندخل إلى أنفاق الذهب، تفضل. نعم طبعا احنا لابد هذا الأمر نتناوله في سياق يعني الاستراتيجية الجزائرية والتحول اللي يحدث في الجزائر في مجال الاهتمام بقطاع الصناعات المنجمية. نعرفوا باللي السيد رئيس الجمهورية في برنامجه وفي حرصه على أن ينمي هذه الشعبة الصناعية أو في المناجم، وخصص لها دائرة وزارية الآن يعني فيها مناجم وزارة المناجم. هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن أحد باش ندير عملية تنويع اقتصادي وإقلاع اقتصادي كان عندنا ثروات، عندنا ثروة البترول والغاز، وهذا يجب الاستمرار في تثمينها واستغلالها والرشادة في استغلالها. ولكن ما دام فيه ثروات أخرى يجب استغلالها ويعني تثمينها، من بينها الذهب. احنا الجزائر تزخر بثروات كبيرة، ولعل قطاع المناجم وفيما بعد نتكلم على الصناعات المنجمية لابد نطوروه ونحصي ما تحوزه الجزائر من ثروات باطنية فيما يسمى المعادن النادرة. فلربما الذهب معروف واحتياط الذهب مقدر، ولكن الشيء الأهم منه اللي يدخل في التكنولوجيات الحديثة التكنولوجيات المعاصرة هو ما يسمى باستغلال المعادن النادرة. هذا اللي يطلب الجزائر تروح يعني تروح في هذا الاتجاه بشراكة مع دول اللي أثبتت جدارتها في يعني تمتلك تكنولوجيا. طبعا نعود إلى مسألة الذهب، مسألة استغلال الذهب. شفنا تصريح السيد الوزير وفي البداية يعني منذ تقريبا شهر ونصف ولا شهرين لما الوزير قال سنمكن الشباب من استغلال الحرف للذهب، كان التصريح هذا يبدو غامضا. ولكن بالزيارة الأخيرة مع المجموعة حوالي 4 وزراء باتضاح الصورة الآن بدأ لنا، أنا كمتابع وكمهتم بالموضوع كل ما يتعلق بموضوع اقتصادي نهتم به، فشف بأن الرؤية الآن بدأت تتضح. ما معنى أن نعطي الفرصة لشباب المنطقة الاستغلال الحرفي؟ معنى الاستغلال الحرفي أنه تتكلمت على نقطة مهمة، تكلمت على مسألة يعني الجهد اللي يقوموا به هؤلاء الحرفيين والتكلفة تاع استخراج الذهب. قلنا بأن هذا الاستغلال الحرفي هو يكون بديلاً عن الاستغلال العشوائي الذي كان، وكل مرة السلطات تكتشف حتى غير شرعي وغير قانوني. نعم طبعاً. الآن هذا الاستغلال الحرفي هو أولئك الذين كانوا ينشطون بطرق غير قانونية، يعني نحتويهم وننظمهم في عملية الاستغلال. لنا هذه النقطة نقطة مهمة دكتور بريش، نطرحها على الأستاذ أحمد بن طالب وهو البرلماني عن ولاية تمنراست. مساء الخير أستاذ بن طالب. أستاذ بن طالب؟ نعم. مساء الخير، راك معنا عبر قناة البلاد أستاذ بن طالب.
نعم لا أسمعك جيدا. نعم أستاذ بن طالب، كنا نتحدث رفقة الدكتور بريج حول الذهب وحول ربما المقاربة الجديدة في التعامل مع هذه الثروات، خصوصا بالنسبة لشباب المنطقة، منطقة جنوبنا الكبير العزيز ومنطقة تامن راست تحديدا. حدثنا يعني نوعا ما أستاذ بن طالب حول كيف كانت طريقة التعامل ربما في السابق واليوم، بعدما قال وزير المناجم بأنه سيسمح للشباب بالاستغلال الحرفي للمناجم، مناجم المعادن الثمينة وخاصة الذهب. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله. في البداية أحييك وأحيي جميع المشاهدين وأحيي ضيفك الكريم. مما لا يخفى على أحد أن الجزائر ليست النفط والغاز فقط، وإنما هي ثروات معدنية عديدة ومتعددة ومن بينها الذهب. الشيء الملاحظ هو أنه من جهة أنه هذه الثروة بقت تقريبا للنهب وخصوصا من بعض الأطراف حتى الأجنبية هنا، سواء كانوا شباب من المنطقة أو من باقي الوطن، أيضا هناك شباب من ولايات الوطن قدموا إلى المنطقة من أجل البحث عن الذهب، بالإضافة إلى العصابات الإفريقية التي استغلت الوضع وأصبحت تنقب على هذه الثروة التي استنزفت الاقتصاد الوطني. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا الجانب الأمني، حيث أن الأوضاع الحدودية تقريبا كلها مشتعلة، والجيش الوطني الشعبي المسؤول تقريبا على الحفاظ على هذه الثروة أخرجنا له مشكل آخر، وهو مطاردة هذه المنقبين الغير شرعيين. إذن اليوم نحن أمام مبادرة جيدة من قبل الحكومة، وهي تنظيم هذا الاستغلال المنجمي خصوصا الذهب وبالطريقة التقليدية. ونستبشر خيرا بالزيارة الأخيرة للوفد الوزاري الذي حل بالولاية وولاية إليضي، حيث صرح وزير الطاقة أو عفوا وزير المناجم أن هناك تقريبا ما يفوق عن 120 موقع للتنقيب عن الذهب، لأن هذه العملية تحتاج إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول متعلق بالخرائط ومواقع الذهب، والأمر الثاني متعلق بأجهزة الكشف وطريقة الاستخراج. بالنسبة للخرائط أستاذ أحمد بن طالب، بالنسبة للخرائط أستاذ أحمد بن طالب، بالنسبة للخرائط اسمح لي فقط، بالنسبة للخرائط هذا موضوع مهم جدا. يقال أنه فيه خرائط فعلا للثروة المنجمية، ثروة الذهب في الجنوب في تامن راس، لكن فيه مشكل أنه هذه الخرائط لم يتم تحيينها منذ عقود، منذ السبعينات على ما أعتقد. هذا ألا ترى أنه سيشكل صعوبة أمام هؤلاء الشباب؟ الشيء المهم هو أنه عندما يصرح وزير المناجم على أن هناك 120 موقع تقريبا قابل للاستغلال في ولاية إليزي في منطقة جانس بالضبط، وفي منطقة طمراس في أمسمات بعض المناطق الأخرى في مقر ولاية طمراس، يعني أنه يحدد هذه المناطق. اليوم إذا كان شباب خصوصا أنه يعاني من شبح البطالة ويتهيكل في تعاونيات حسب ما هو مصرح به، فهذا شيء إيجابي على الأقل ينشط الشركة الجزائرية لاستغلال الذهب. هذا من جهة. من جهة أخرى حتميا سيعود نفع الخزينة العمومية، لأن هذه الأموال تقريبا راهي تقريبا كلها أو هذه الثروة تقريبا أنها تستغل حتى من قبل أجانب، وكما قلت لك أن مشكلوا إشكال أمنية من هذا الباب، وبالتالي يعني ضرورة هيكلة هذا القطاع وحتميا. لكنه مرتبط أيضا أستاذ بن طالب، أستاذ بن طالب فحتميا أستاذ بن طالب هذا الشباب شبح البطالة بشكل واضح. أستاذ بن طالب هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لكنه أيضا مرتبط بالتكوين. ينبغي للشباب الذي سيتعامل في هذه التعاونيات أن يكون مؤهلا، هناك العديد من المعلومات يعني الجيولوجية، طريقة التعامل مع هذه الآلات واللي غالبا ما تكون آلات خاصة وعندها لازم لها مهارات خاصة. هذا أيضا يفرض أنه إعطاء يعني الأمر أو الإذن لاستخراج الذهب في إطار هذه التعاونيات يرتبط أيضا بالتكوين. هل المنطقة يعني عندها الإمكانيات التكوينية اللازمة حاليا؟ شوف حتميا باش نوضح الأمور ببساطة، يحتاج إلى خريطة، يعني المواقع الموجود فيها هذا الذهب،
هذا من جهه. من جهه ثانيه الامر يحتاج لاجهزه الكشف، هذه منشوره على المستوى الوطني، يمكن نروحوا لسوق العلمة نلقاو هذه الاجهزه تباع. لكن اللي الشباب الذي اللي قوات الجيش على وجه الخصوص والقوات الامنيه، اي هذه الجهات صادرها لانها ممنوعه نظرا لانها لم تقنن هذه العمليه ولم يصدر في حقها تقريبا مرسوم او قانون يهيكل هذا الباب. اذا التكوين ربما نحتاج الى بعض الخبرات البسيطه سواء كانت المحليه منها او سواء كانت الوطنيه او حتى هناك عندنا اطارات راهي تنشط في الخارج هذا الباب، نستغلوا هذه الاطارات في تكوين هذا الشباب من اجل تكشفيل التعاونيات او بالاحرى التعامل المباشر مع الشركه الجزائريه للذهب إينور. وصلت الفكره، وصلوا الى فكره يعني أشكرك. جيده منها نستغل هذه الثروه اللي راهي ضايعه. أشكرك جزيل الشكر الشباب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد بن طالب البرلماني عن ولاية طمنراس، كنت معنا عبر الهاتف. طبعا سنواصل النقاش رفقة الدكتور بريش وأيضا رفقة الدكتور محمد بن بريك الذي سينضم إلينا بعد فاصل حتى نتحدث حول الجدوى الجيولوجية والجدوى التجارية والاقتصادية. هذا أمر مهم جدا مثل ما قال الأستاذ بن طالب، الشباب ينتظر، عساها أن تنتشل بعضهم أو كثير منهم من شبح البطالة. روح الفاصل ثم نواصل مشاهدينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، البلد اليوم مستمرة معكم طبعا لهذه الأمسية. موضوعنا حول الذهب واستغلال الذهب ومناجم الذهب في ولاية طمنراس. طبعا نتحدث عن هذا الموضوع بعد أن أشرف أمس الثلاثاء وزراء المناجم والتكوين المهني والبيئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم للمعادن وعلى رأسها المعادن الثمينة في ولاية طمنراس. طبعا شارك في هذا التدشين كذلك مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية الوطنية بالخارج. طبعا كان هناك حديث حول المؤهلات التي ينبغي أن تكون متوفرة لمن يريدون الاشتغال في هذا المجال. طبعا نتحدث عن التكوين، نتحدث عن ضرورة أن يكون هناك معاهد تكوينية وأن يكون هناك تواصل بين مختلف الجامعات والمراكز البحثية مع هؤلاء الشباب. طبعا وزير التكوين المهني قالت للشباب ينبغي لهم الإقبال على التكوين لاكتساب المهارات والكفاءات التي تسمح لهم ممارسة نشاطهم بفعالية وأمان. دكتور بريش نتحدث معك بمنطق التجارة والتجاري، فعلا هذا النشاط الحرفي والنشاط هو الاقتصاد المصغر، هذا إلى أي مدى سيكون جاذبا بالنسبة للشباب؟ حتى هنا نتحدث عن كميات كبيرة من الذهب أو كيلوغرامات من الذهب، هذا في الإطار الاستغلال الحرفي البسيط. أنا دعني أقول بأن ما نتصوروش لما نتكلموا على الاستغلال الحرفي للذهب نتكلموا بلي راه نشاط مربح إلى غير ذلك، راه فيه متعب، لأننا نعرفوا شساعة الصحراء ونعرفوا ظروف الصحراء وكيف الظروف اللي يعمل فيها هذا الشباب. الشيء المهم في هذا لانه لما نتحدث عن انتاج الذهب وعن يعني توفير الذهب نشوف الشباب دائما يتخيل هذيك الكتل الذهبيه اللي تعرضها البنوك. نعم الامر مختلف هنا. مختلف، انا اقول لك بان انا فقط نثمن المقاربه، يعني اولا دعني اقول باللي نزول اربعه وزراء للاعلان عن انطلاق العمليه عنده رمزيته وعنده اهميته. لماذا؟ لان لما نتكلم على المناطق الحدوديه ونتكلم على الجنوب وتنميه الجنوب وكما اشار السيد النائب الان المقاربه باش نثبت ونحقق الامن في الجنوب، المقاربه الامنيه قائمه والجيش الوطني الشعبي ومختلف اسلاك قام بالواجب، ولكن مع ذلك كاين اختراقات وكاين عده اشكالات موجوده. لماذا؟ لان ضعف التنميه يولد ان الجماعات تشتغل في الغير المشروع، يعني نشاطات غير شرعيه، والجماعه التهريب تنشط في هذا الفضاء. يعني انا سلطة من فائدتي أن هذا الشباب يستخرج هذا المعادن. نعم. ويخدم بها ويدفع الضرائب ويطور نفسه. نعم. ووو خير من ما يديها الإرهابي ويشري لي بها سلاح أو جماعات طبعاً. تتاجر في أمور كثير الأمور ومخدرات غير مشروعة. إذا هذه مقاربة تنموية وكثير ما تكلمنا عليها باللي المقاربة التنموية يجب أن تمشي جنبا إلى جنب إلى المقاربة الأمنية في مسألة بسط الأمن والاستقرار في الجنوب، وهذا مهم جدا. الآن لما نتكلم على الاستغلال الحرفي للمناجم وخاصة
الذهب. ما نتصورش بان هذا الشباب راح يعملوا في اريحيه، راح يعملوا في منافسه، يعني راح يتنافسوا بيناتهم صحيح، ولكن راح يعملوا بجهد وبشقه كبيره. اسمح لي فقط، اسمها شقه كبيره. الشيء اللي كان فيه غموض الان مطلوب من وزاره المناجم تبدد هذا الغموض هو دفتر الشروط، لان هذا الامر قلنا فيه إغراء وفيه أمر مغري لما نتكلم عن الذهب، ولكن لكي يدار هذا الأمر ولازم يكون هناك دفتر شروط واضح المعالم، يكون هناك يعني ضوابط للتدخل منهم المتدخلين في النشاط في هذا العمل، من كيفاش ننشئ التعاونيات أو المؤسسات المصغرة التي تشتغل في هذا المجال، لما نستخرج الذهب في شكله الخام من ما هي الجهة اللي يتعاقدوا معها هؤلاء الشباب. إذن فيه منظومة كلها راح تكون متكاملة، لأن ما نتصورش الشاب اللي نقب على الذهب في شكل الخام عنده القدرة باش يحول الذهب في شكل الخام إلى ذهب قابل للانتفاع. وإن كان طموح يعني الذهب ممكن إنسان يكون عنده الحظ الذهبي ويحصل على كميات، من يدري. ولكن الذهب مادام هو منجم وما هو ثروة للمجموعة الوطنية، لا يمكن تصور أن بأي أن شخص يمكنه استغلال الذهب. ولذلك كان عملية التنقيب على الذهب عملية غير شرعية. لماذا؟ لأن ليس من حق الشخص أنه يعني يستأثر أو يكون عنده ويبسط يده على هذا المنجم، لأنه ثروة وطنية تعود إلى المجموعة الوطنية، والسلطات العمومية والدولة هي التي يجب أن تحدد ما هي الضوابط التي يمكن أن تتدخل بها، سواء في شكل حرفي من تنظيم تعاونيات أو في شكل مؤسسات. سؤال هذا المطروح دكتور بريش وأيضا المشاهدين الكرام يتسألوا سؤال علمي، كم عندنا من مقدرات الذهب ربما حسب الاستشرافات العلمية طبعا في صحرائنا الجزائرية؟ ودائما لما نتحدث على ثروة معدنية أو ثروة باطنية هناك عامل أساسي هو مدى قربها وبعدها عن يعني سطح الأرض، سطح الأرض وتكلفة استغلالها. وتكلفة استغلالها هذه الأسئلة راح يجاوبنا عليها الدكتور محمد بن بريكة، الأستاذ بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات. مساء الخير دكتور بن بريكة. مساء النور. سؤال مطروح أساسي عن الخصائص الجيولوجية لمنطقتنا في جنوبنا، في خصوصا في تمن راس وولاية إليزي، ولماذا هناك تقديرات بأنه فيها كميات من الذهب؟ أولا المعروف حاليا كان تمسمسة اللي فيها ينقبوا فيها على الذهب. ثم وش اسم المنطقة هذه؟ تمسمسة في الجنوب. تمسمسة. الدكتور بريس راه كتبها، يبدو أنه عنده طموح. نعم. تفضل دكتور. ولكن الفضل. أولا لعلمكم سيدي، مصنع تنقية الذهب الموجود في براقي هو الثاني على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا تجي الجزائر. ثانيا في البداية كان مصنع براقي باش يطفي حوالي 50 كيلوغرام في اليوم. ثم التصريح الأخير تاع الوزير وزير المناجم قال لك راح نوصلوا ل 240 كيلوغرام في السنة. تقريبا هذا رقم ضئيل جدا. ثم كي ينقبوا على الذهب في الصحراء يجيبوه على شكل خام. يسموه بالفرنسية لو بوليون. ومن بعد يجي التنقية تاعو تتم في المصنع بمعالجة أولا كيميائية ثم في الأفران وين يوصلوا حتى 1600. نعم، لكن في قضية الاستخراج دكتور بن بريكة. نعم. يعني من حيث المعلومات العلمية والجيولوجية، يعني هذا المخزونات تاع الذهب في صحرائنا جيولوجيا هل متوقع أنها تكون قريبة من سطح الأرض أم أنها بعيدة؟ وكم ممكن أن تكلف في قضية استخراجها؟ لا الاستخراج مكلف جدا. مؤسسة إينور الجنوب الجزائري عندهم مشاكل للبحث والتنقيب عن الفيليز. تقريبا ما يشبه الأمر سهل، ممكن للشباب هذوك اللي ينقبوا لا ممكن يسيبوا كمية ضائلة جدا، وثم باش فيها تكون مكلفة. اما باش نتكلموا على مخزون نقدروا نصنعوه ولا نقدروا نحصلوا على كميه كبيره من الذهب، هذا ماهوش بالامر سهل، ماهوش امور تاع صحيح. هو امور ناس
محترفين وناس اللي تكون عندهم كفاءات علمية وتكون عندهم تجهيزات. وسمعت باللي كان شركة أسترالية في سنوات ماضية جات خدمت في الجزائر وخسرت لها حوالي مليار دولار وراحوا. ماهوش بالأمر السهل دكتور. حتى نعتمد ربما في أقل من دقيقة، حتى نعتمد ربما أيضا حول كفاءاتنا وإمكانياتنا العلمية. أنتم في المدرسة العليا متعددة التقنيات كان عندكم فريق من الطلبة الشباب اللي كان عندهم مشروع، عندكم بحوث حول طريقة استخراج مثل هذه المعادن، أعطينا عليها فكرة عسى ولعل يكون هناك استفادة يعني بين شبابنا في الجنوب وبين شبابنا أيضا هنا حتى يكون فيه تواصل. بالضبط. اولا المهندس نتاع المدرسه الوطنيه متعدد التقنيات عندهم كفاءه عليا، ولعلمكم سيدي في الشهور الماضيه استقبلوا من طرف الرئيس البولوني لانهم قاموا بتجربه فريده في الجزائر، هو تنقيه المعادن باستعمال البكتيريا دون استعمال المواد الكيميائيه الملوثه. وهذو ما شاء الله قادرين باش يعطروا الشباب هذو. قال لك نقدروا نرافقوهم للبحث خطره عندهم تكوين علمي في المستوى. وقابلين المدير مع الدائره كلمت معه قال لي قادرين نستقبلوا الشباب هذو نقدروا نرافقوهم اما في الجزائر ولا حتى في الجنوب ان شاء الله. ربما هي قضيه المتابعه ان شاء الله راح تكون معنا استاذ بن بريكا ونستقبلوا جمله من الشباب هؤلاء حتى نتحدثوا ايضا حول هذا المشروع. نشكرك شكرا جزيلا ونعتذر عن ضيق الوقت استاذ محمد بن بريكا استاذ بالمدرسه العليا متعدده التقنيات بالعاصمه. دكتور عبد القادر بريش، الان ما هي نصائحك بالنسبه للسلطات بالنسبه للشباب حتى نستفيد؟ نحن هنا نريد كميات كبيرة إن شاء الله ربي يجيبها، الكميات الحرفية هذه الصغيرة لازمنا أيضا نحركوا بها شوية هذو الشباب. نعم، هي في البداية محاولة أننا نبعث الأمل لهؤلاء الشباب ونوجد لهم يعني نقلل من البطالة وندمجهم في العمل. وما نتصورش، أنا نعيد كلامي وقلت باللي ما نتصورش باللي هذا الشباب راح يعملوا في أريحية وراح يتحصلوا على كمية كبيرة الذهب. الأمر جد يعني متعب وشاق، والأمر من ناحية مازال ما عندناش تقديرات باش نعرفوا المردودية الاقتصادية تاعو، هذا من ناحية لازم حتى يبدأ الاستغلال باش نعرفوا هل الشباب هذا حقه مردودية اقتصادية تكافئ الجهد المطلوب. وقلت ولكن نوصي بضرورة أن المدام الأمر حساس والتعامل في الذهب من خصوصيته يتميز بالحساسية نظرا لأهمية معدن الذهب، فأنا نتمنى أن يكون دفتر الشروط أن يتم في شفافية وتكون الضوابط والمحددات اللي تحدد تشكيل هذه التعاونيات ويعني كيف تكون كذلك في شفافيه. لماذا؟ لان الشباب من حقهم يطرحوا باش يكونوا في تعاونيات كذلك وتكون الفرص متكافئه وكذلك لابد نوجد اليات للرقابه، كيف للسلطات العموميه، كيف للشركه تاع الاستغلال المنجمي او شركه تاع استغلال الذهب ان تستطيع ان تراقب هؤلاء الشباب وتعرف بالضبط الكميات التي تحصلوا عليها ومن مسار من التنقيب الى التصفيه النهائيه حتى كل واحد ياخذ حقه، الدوله تاخذ حقها وهؤلاء الشباب ياخذوا حقه. الجانب الاخر الذي اريد ان اقصده، اذا اردنا ان ننخرط يعني في الصناعه المنجميه سواء في استغلال الذهب او غيرها من المعادن، لابد نروح الى الاستغلال الصناعي واستخدام التكنولوجيا. احنا عندنا ثروات باطنيه هامه لابد نروح الى وعندنا كفاءات كرمهم حتى رئيس البولوني مثل ما قال سي بن بريك، باش نوظف هذه الكفاءات العلميه اللي دار دراسات وبحوث عن المناجم وعن كيف استغلال المعادن النادره والذهب. لابد نروح في مرحله لاحقه ونهيئ انفسنا بشراكات مع شركات عالميه تمتلك التكنولوجيا باش نستغل هذه المناجم وعلى راسها الذهب استغلال صناعي اللي يكون بكميات كبيره ويوفرنا موارد ماليه كبيره. وفلاح الدول هو اندماج الطاقة البشرية بالمعادن الثمينة وكله ثمين. طبعا أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد القادر بريش أستاذ المدرسة العليا للتجارة، طبعا يوم التجارة الذهبية طبعا اليوم. وأيضا كان معنا الأستاذ أحمد بن طالب البرلماني عن ولاية تمن راس، وأيضا كان معنا الدكتور محمد بن بريك الأستاذ بالمدرسة العليا المتعددة التقنيات. نشكركم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم.